اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار بالأرنب؟ ما كان يرضى ياكل خس، تعب ومرض وهو حس، لازم ياكل المطلوب ليضل بصحة الأرنوب. لازم ياكل المطلوب ليضل بصحة الأرنوب. صح؟ صح المطعم. اختيما يا حياتي أنا وياها صحباتي، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار بالعصفور؟ ما كان مكفي هالقش، بدو ينطنط برا العش، تاهو ما يعرف يرجع، لازم حكي ماما يسمعته. تهو ما عرف يرجع، لا لازم حكي ماما يسمع. صح؟ صح ايوه. اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار مع مايا؟ طلعت معنا برا البيت، لا بكيت ولا غلبت، واللي كان يشوفها يقول شطورة ضلك على طول. واللي كان يشوفها يقول شطورة ضلك على طول. صح؟ ايوه صح. اختي مايا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختي مايا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختي مايا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. اختيما يا حياتي أنا وياها صحبات، معها تحلى أوقاتي لما بحكي لحكايات. تعرفي شو اللي صار بالأرنب؟ طيور الجنة.